ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر من موقع فارماكوجون. النهارده هكلمكم على الكوبر بيبتايد ودوره في علاج الصلع الوراثي او تحسين جوده الشعر. هكلمكم على الدراسات اللي اتعملت عليه، طريقه عمله، رايي الشخصي فيه وتجربتي الشخصيه، وهل هو فعلا بديل المونوكسيدين او الحل السحري لتجدد الشعر وصحه الجلد. اولا، الكوبر بيبتايد من اسمه فهو يعتبر احماض امينيه مشبوكه في عنصر النحاس. عنصر النحاس او الرمز بتاعه سي يو هو عنصر موجود في جسم الانسان، ليه دور مهم في صحه الشعر وجودته، ونقص النحاس مرتبط بزياده تساقط الشعر او الشيب المبكر لدى البشر. وبرضه في نسبه كبيره من الاشخاص بيحصل لهم نقص في النحاس بعد فتره بسبب استهلاك مكمل الزنك، عشان كده معظم الدكاتره بتنصح الاشخاص اللي بتستخدم مكمل الزنك وخاصه على فتره طويله ان هو يستخدم معاه 2 مللي جرام من مكمل النحاس. البيبتايدز او الاحماض الامينيه هم ثلاثه بس في المركب ده، وهم عباره عن الجلايسين واللايسين والهيستيدين. المفترض ان الثلاث مركبات دول بيقلوا لما البشر بتتقدم في العمر، وعشان كده ان انت تعوضهم من مصدر خارجي فالمفترض ان هو بيحسن من جوده الشعر او جوده الجلد وبيرجعه شباب تاني. طبعا في منتجات كتيره سواء منتجات للبشره او للجلد او للشعر متوفر فيها الكوبر بيبتايد، والاختصار بتاعه بيكون جي اتش كي سي يو، بس الادله العلميه اللي بتدعم الكوبر بيبتايد مشكوك فيها بعض الشيء. وتعالى اقول لك، اولا العالم اللي ابتدى دراسات حوالين الكوبر بيبتايد هو عامل اسمه دكتور بيكر. دكتور بيكر كان عنده شركه بتبيع منتجات فيها الكوبر بيبتايد، وابتدى الدراسات بتاعته بان هو عملها على الحيوانات زي الفئران والقرود، وبعدها عملها على الكالتشر او اللي هي الخلايا، الدراسات اللي بتكون في المختبر، وفي دراسات عملها على البشر. فتعالى دلوقتي نمسك الدراسات دي ونشوف الادله بتقول ايه. اولا، في دراسه اتعملت على الفئران كانوا بيستخدموا فيها الكوبر بيبتايد، والاستنتاج بتاعها كانت بتقول ان الكوبر بيبتايد بيزود من سمك الشعر مكافئ للعلاجات اللي بتستخدم لعلاج الصلع الوراثي. بعيدا عن النقاش في الدراسه دي وان الادله عليها ضعيفه، لازم أن تبقى عارف ان الدراسات اللي اتعملت على الفئران مش معناها ان هي هتتكرر في البشر. بمعنى في منتجات كتيره ليها دراسات على الفئران او الحيوانات بتبين ان هي بتزود من كثافه الشعر وتعالج الصلع الوراثي بلا بلا كل الكلام ده، بس لازم تفهم ان في البيولوجي او تركيبه الفار غير تركيبه البشر. بمعنى يعني مثلا شعر الفار غير معرض او غير حساس للدي اتش تي، يعني ما بيحصلوش عمليه تصغير بصيله. تاني حاجه، دوره نمو الشعر في الفئران سينكرونايز او متناسقه، يعني الشعر كله بيحصل له شيلنج او بيتساقط وبعدها الشعر كله بينمو، عكس مثلا البشر انت عندك الشعر في مختلف انحاء السكالب في مراحل نمو مختلفه، في شعر في مرحله النمو، في شعر في مرحله الراحه، في شعر بيتساقط وهكذا. برضو الخلايا الجذعيه مختلفه تماما ما بين الفئران والبشر، فانت ما ينفعش ان انت تاخد دراسه اتعملت على الفئران وتحكم ان هي نفس النتيجه هتتكرر في البشر. تعال نشوف الدراسات الثانيه اللي اتعملت على السيل كلتشر، او ان هم بيجيبوا بصيله شعر وبعدها يحطوها في طبق وبعدها يقيسوا التفاعلات الكيميائيه اللي حصلت. في الدراسه دي لقوا ان الكوبر بيبتايد بيؤدي الى تحسين سمك الشعر او علاج الصلع الوراثي عن طريق كذا ميكانيزم. اول حاجه هو بيزود حاجه اسمها الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، واللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت فالفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور او الفي اي جي اف المسؤول عن ادخال الشعر في مرحله الانجين، او بيكون نسبته عاليه لما بيكون الشعر داخل في مرحله الانجين، فهو ماركر كويس وان هو الكوبر بيبتايد بيزوده، دي حاجه ايجابيه لنمو الشعر. وبرده الكوبر بيبتايد بيقلل حاجه اسمها ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، وده يعتبر حاجة سلبية على نمو الشعر، يعني الكوبر بيبتايد بيقلله فدي تعتبر حاجة إيجابية، لأن أصلا الترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا مضر للشعر، ده بسبب إن هو بيدخل الشعر من مرحلة النمو إلى مرحلة الكاتاجين. برضه بالنسبة للكيمستري اللي بتحصل في بصيلة الشعر، فالكوبر بيبتايد ليه تأثيرات على بعض المركبات، زي إن هو بيقلل حاجة اسمها باكس وبيزود حاجه اسمها البي سي ال 2. طبعا البي سي ال 2 ده حاجه كويسه وهو بيدخل الشعر في مرحله الانجين فزيادته دي حاجه كويسه، والباكس ده يعتبر بيحفز عمليه الابوبتوسس او موت الشعرايه، وده بيؤدي لادخال الشعر من مرحله الانجين للتيلوجين، فده يعتبر حاجه وحشه لو هو زايده. فالكوبر بيبتايد بيقلل الباكس وبيزود البي سي ال 2، فده يعتبر ليه تاثير ايجابي على نمو الشعر. طب هل الكلام ده هينعكس على البشر؟ يعني الخصائص دي مش مميزه للكوبر بيبتايد، يعني مثلا المونوكسيدل بيعمل الحاجات دي، الفينستريد بيعمل الحاجات دي، حاجه زي الريدنزل برضو اللي كنت اتكلمت عليها قبل كده بتعمل الحاجه دي، وفي برضو دواء اللي هو الاوز اوردينري في الار سي بي، وبرضو في الكوبر بيبتايد. يعني الكوبر بيبتايد لوحده ما هوش حاجه مميزه وموجود في مستحضرات تجميل كتير. طب بالنسبه للدراسات اللي اتعملت على البشر فهل هي مقنعه ولا لا؟ طبعا الدراسه اللي اتعملت في 2018 كانت دراسه مثيره للشفقه جدا، يعني هو في الدراسه دي استنتج ان الكوبر بيبتايد بيعمل نتائج اعلى من المونوكسيدين بحوالي 30% على ما اتذكر،
بس ما ادعمش الكلمه دي باي دراسه علميه. بالعكس الريفرنس اللي هو حاطه تحت هو عباره عن مجله اللي دكتور بيكر كان عاملها او الدراسه دي مش منشوره اصلا، فازاي انت تعتمد عليها كمصدر وهي ما اتنشرتش قبل كده او ما فيش مصدر موثوق معتمد عليه؟ فهو زي ما انت تقول كده ان هو دكتور بيكر بيقول لك الكوبر بيبتايد احسن من المينوكسيديل، طب انت مثلا تساله فين دليلك؟ يقول لك انا ما عنديش دليل، انا شايف كده وخلاص. فما ينفعش ان انت تعتمد على الدراسه دي. وحتى لو جيت تبص على الانكدوتال ريبورتس او تجارب الاشخاص على موقع ريديت، فهتلاقي ان ما فيش اي شخص نشر تجربه مثلا مقنعه للكوبر بيبتايد. وانا عن نفسي انا جربت منتجات كتيره وكان فيها الكوبر بيبتايد، يعني الكوبر بيبتايد كان بيكون حاجه اضافيه مش بدور عليها حاجة منفصلة، وما لاحظتش ان هو اداني اي تأثير ملحوظ. فالخلاصة هي الخلاصة، لو الكوبر بيبتايد فعلا حاجة قوية جدا لعلاج الصلع الوراثي او زيادة نمو الشعر، فهتلاقي ان في اشخاص تانيين بيتكلموا عنه وعملوا عنه دراسات، بس اللي انت هتلاقيه في ارض الواقع ان الدراسات الوحيدة اللي بتتعمل هي من دكتور بيكر، وهو عنده شركة اصلا مسؤولة عن بيع المركب ده سواء في مستحضرات تجميل الجلد او مستحضرات تجميل الشعر، فما تقدرش ان انت تعتمد عليه بصوره اساسيه او تقول ان المصادر اللي هو بيقدمها مصادر موثوقه 100%. فانا رايي الشخصي ان انت لو تعتمد على حاجه زي كوبري بيبتايد او عايز تجربها او مؤمن بيها، فانا شايف ان انت تحطها كعلاج ثانوي. يعني انت الاول تغطي الاساسيات زي الفينوستراد والمينوكسيديل الديرما ومضادات الاندروجين الموضعيه، تحسن التغذيه، تحسن اللايف ستايل بتاعك، وبعدها ممكن تبص على الكوبر بيبتايد. انما ما ينفعش مثلا انك تصدق الاشخاص اللي بيقولوا لك ان الكوبر بيبتايد بديل للادويه، لان ده هيضحي على نتيجتك وخاصه على المدى الطويل. وفي الصراع الوراثي زي ما قلت لك قبل كده الوقت هو عدوك الاول، لان انت كل ما بتفقد شعر اكتر بيكون العلاج اصعب وبتضطر انك تستخدم بروتوكولات اعنف. بس كده اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات، ولو حابب تشترك متابعة الكترونيه فهتلاقي اللينك في الديسكريبشن. وبس كده اشوفكم في الفيديوهات الجايه.